مالنكي شناد ايو غلي شركة لتشيغ استراتيجية دباه دا عدالة دا كاسي او مانتا اي كاقيب غلين قيبها دلن يرادا اي كلوك تليها يداه عدالة دا ارضي دا جامعة دها اي يسيدو كلا غيبا كلام كلو مدن ايا لحر الى كدوديستا اي اسدافسيغ معلومات كاي اركتيوين كا استراتيجية دباه دا عدالة دا اي شانتا صناء اي سو سعطا انتي كلو مدن اي سعودين ايا سيدو كلا وحا كاقيب غلي قيبها اي كاكوبانتا اي بلشدا يضلو دول استاقي سيدا اي اوي كان كران شانتا صنو اي سو سعطا باه دا عدالدا او ليسكو يرادو وزارة دا عدالدا قرصور كي يبوليسكا كولان كي ماان تاوحاكا اللي قار كاميداه دلن يرادي كاسو قيبك شي ان دسكاش كان انتو سعي لغو دي بري ماان انتو كواد ان وحا سمعين ان دسكاش انا دوين او كسافسان سعالو نلوي دي او حاق جسا اسكوطن كامحا كبدل اللي هيدن سؤال أي كمديين هدي أو عاد عاد سكول حقله وهاي معناه هو كمدة إن هدي عاد أهله إن قف كمدة لذلك شغال يسينا إن شغالها إن جستاسك قرصور وكلا تأخذين إسحاري وكلا محاكو قادل هي سرودين سؤال أوني هرن الويدين أو نو قصبتينا مسكحين توجنو دسكاشن قادني ده بينكو جاري كرنا سومالي إن نقطة ودن عدالة الله صدنتو يعني لار قضواني أكو بيريي أو ها إن دبو هشيسين بلشرة سمي دبو هشيسين بلشة سيدة لو سمين كرامر وحا لو سمين كرا يعني بلشة لحدة إن دبو هشيسين لغو سمي يمن نمو يعني سيدو كال إن دارين يرادة لو سمي أما بلشة لو سمي ودا حضل بلشة لحدة دا وحا سوحري أغاسي مها قود إيه وزارة دا عدالة دا حكومة دا فدرالكا الصوماليا محدين حاشي دالمر runtii dadaalkiina iyo contribution-kiina iyo macnaha faalooyinkiina aragtiyadiina waxay muhiim u yihiin runtii in la hagaajiyo system-ka cadaaladda ee Soomaaliya dabcan brief-ki ama hadalkii koobnaaya aad soo jeediseen ka qaybgalayaasha muddooyinkii ama maalmihii ugu dambeeyay ee shirkan waxaan runtii ka fahmaynaa inay runtii ahayd arin loo baahnaa ra'yigu runtii oo ahaa mid macna sameynayo una sameynayo macne in istaraatiijiyadda baad cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliyeed ay noqoto mid dhammaan wada tashiyadii loo baahnaa la marsiiyay ka jawaabaysa baahiyaha cadaaladeed ee waddanka abuureysa fursadaha laga maarmaanka ah ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradeena aqoonyahanadeena cusub Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.